فن الحرف اليدوية عندما يندمج مع الابتكار سينتج لك هذا وهذا وحتى هذا. الدورة الثامنة لسوق الحرف اليدوية وصالون الفنون للعام 2020 بالمعهد الفرنسي تشادي تريك كل هذا وأنت تسير في أروقة هذا المعرض الذي خصص لعرض آخر ما توصلت إليه الحرف اليدوية التشادية. ريس باريكو رئيسة اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة أشارت إلى أن شعار دورة هذا العام هو الابتكار في مجال الحرف اليدوية من أجل ترقية الثقافة، فيما أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للحرف اليدوية أن الحرف اليدوية تلعب دورا هاما في رفع البطالة ومكافحة الفقر، لذا تعد من ضمن القطاعات ذات الأولوية. كل البرودوية القاعدة كل قاعدة تشوفونا كل كسو هنا في تشات والناس تشاديها بس أنا هنا دونك إلي ما قلنا القاعدة في تشات ده يعني إلي مهم مرة واحدة لأي ناس يسو ينتو مهمية للأمل القاعدة في تشات وفي شيء لأننا بس قاعدة نسوه عشان ينتو في السوق كله اللي يبو بشغلنا بزيادة عشان ينتو نظرة للإنتاج الحرف اليدوية قلنا نتشات. سوق الحرف اليدوية وصالون الفنون ستستمر فعالياته حتى 12 من ديسمبر الحالي.